سلام لفامي العزيزة الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحة مزيان؟ نتمنى يا ربي احوالكم تكون على خير وبخير. اليوم بغيت نوجد واحد الشهيوة، قلت علاش لا ما نشاركهاش مع لفامي العزيزة ديالي كيف ما كنعرفها انا، نشاركها معاهم باش يعرفوها حتى هما. بغيت نوجد واحد الوصفة سورية، كيقولوا له كباب سوري، وكيجي رائع وممتاز وبنين وهائل البنات، راكم ولا جربتوه ما غاديش تندموا عليه ان شاء الله. يلا البنات خلينا نمشيو ونوجدوه ان شاء الله. سلام البنات، بغيت اليوم نوجد واحد الاكله سوريه البنات، كباب سوري، وبغيت نشاركه معكم ان شاء الله. عندي البنات حبه ديال الفلفله الخضراء وحبه البصله، غادي نطحنهم البنات في هاشوار. هانتوما انا طحنتهم دابا، هانتوما كتشوفوا طحنتهم مزيان حيت خاصنا يكونوا مطحونين مزيان. وغادي نجيب الصفاي وغادي نصفي منهم الماء اللي فيهم. انا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه. هانتوما البنات دابا انا كنصفي الخليط ديالي، ها نتوما البنات حاولوا تبركوا عليه بالمعلقه غير بشويه، ها نتوما غير باش يطيح داك الماء اللي فيه. ها نتوما البنات دابا البنات، ها نتوما هاد لاصوص هذا اللي خرجنا منه ما غاديش نرميوها البنات، غادي نديرو في واحد الجبانه ولا سوبيره وغادي نخليها البنات بلاتي، عاد نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو ليه. ها نتوما البنات انا غادي نديرو في هاد الزلافه هادي وغادي نخليه على جنب حتى نساليو، غنوريكم كيفاش غادي نديرو ليه وشنو غادي نديرو بيه. خلي هادي على جنب. هانتوما عندي لدند صدر ديال الدجاج مقطع، او كتاخدوه مقطع ناضم عند مول الدجاج وكتجيبوه كتغسلوه كديروا له الحامض والملحه. دابا انا ما درتش الملحه حيت هذا عندي مراقد في الملحه، وغنزيد معاه الشحمه ديال البقري عندي حتى هي مملحه. ها نتوما القياس اللي درت ديال الشحمه، طبيسيل صغير ها هو عامر بالشحمه. راه هاد الاكله كتجي رائعه وبنينه ممتازه بزاف بزاف، جربوها وردوا عليا الخبر. ها نتوما هيا البنات، ها نتوما ملي طحنت لدند و غادي نجبدو، عندي هنا معلقة ديال
الفرص الرطب هو باش يلا تجمع لينا الخليط. عندي معلقة كبيرة ديال القزبر يابس، هانتوما عندي هنا العطرية مخلطة، ها هي ندير معلقة كبيرة، نحاول نكب معلقة كبيرة حتى هي. تمر معلقة صغيرة ديال الإبزار، ها هي. معلقة صغيرة ديال الكمون، ها هي. والتحميرة البنات معلقة كبيرة، وغادي نخلط دابا البنات الخليط ديالي. وملي غادي نخلط غادي ندق الملح، الا كانت الملحة عندي هي هذيك ما غاديش نزيد الملح، والا ما كانتش عندي البنات الملح في القياس هو هذاك راني غادي نزيد الملح. ودابا من بعد ما خلطت الخليط ديالي غادي نزيد معلقه صغيره ديال السوجه، ها نتوما خاصكم تعرفوا هاد السوجه كتعطي مذاق هائل للدجاج، جربوها به، يا كفته يا دجاج محمر يا دجاج غديروه في الفرن كيعطيه واحد المذاق، هاد السوجه كتعطيه واحد المذاق رائع. ودابا غادي ندير الكفته ديالي السلوفان البنات، وغادي ندخلها للثلاجة. الملحه راه عندي هي هذيك ما غاديش نزيد الملحه، وغادي ندير ليها السلوفان وغندخلها للثلاجة. غادي نخليها يا ساعه يا نص ساعه يا ساعتين، نتوما والقدر اللي عندكم توجدوها على تسع، الا كنتو باغيينها على تسع واخا تخليوها ساعتين ولا ثلاثه في الثلاجه، كنتو مضغوطين وبغيتو توجدوها حتى لاخر لحظه خليوها غير 30 دقيقه واستعملوها. هانتوما البنات من بعد ما خرجتها من الثلاجه، انا خليتها ساعه ديال ما كان البنات في الثلاجه، غادي نزيد عليها واحد الربيطه ديال المعدنوس هي قطعتها. هانتوما البنات وغنحك عليها البنات شويه القشره الحامض هكا تعطيها واحد النسمه رائعه البنات. هانتوما البنات كتحكو غير شويه البنات وكتخلطوها مزيان. وهادوك البنات القطبان ديال الخشب اللي كتشريو باش غادي نديرو فيهم دابا هاد الكباب، من تبغيو البنات تخدمو بهم باش ما يتحرقو لكمش في العافيه، عاودوا البنات من قبل ما تستعملوهم واحد الساعه ونص ديال المكانه ديروهم في الماء، كبوا عليهم الماء، حطوهم شي حاجه وكبوا عليهم الماء البنات وخليهم يشربوا الماء باش ما كيتحرقوا لكمش. هانتوما البنات مشيت غسلت يديا سمحوا لي، هانتوما البنات هما القطبه اللي قلت لكم ديال الخشب، انا راني فزقتهم قبيله البنات قبل ما نبدا معكم الوصفه، فزقتهم وخليتهم في الماء هما الاولين. دابا البنات غادي نبداو، هانتوما كترفدو فزقوا بعدا يديكم في الماء هي الاولى باش ما تلصق لكم شال البنات على هانتوما البنات تتقادوه مزيان. ها وراني البنات ما غاديش نشويهم في الفاخر، غادي نديرهم في الفران، كتكونوا البنات شاعله الفران ديالكم سخون مزيان مزيان باش دغيا كيطيح.
هانتوما البنات ها هي اللاطه اللي غادي ندير فيها. ها هي انا مدايره فيها ورق المطبخ، هانتوما كتشوفوا فيما البنات تبغيو تخدموا غتصيد ديكم في الماء. وكنبقاو مستمرين بحال هكا حتى كنساليو القطبان ديالنا. ها نتوما ما ديروهمش غلاضين، ما ديروهمش رقاقين باش ما يطيحو لكمش من القطيب. راه كيجي رائع رائع وممتاز هذا الكباب، جربوه. ودابا هاني كملت القطبان ديالي وغادي نحشيهم ان شاء الله في الفران. الفران راه سخون مزيان مزيان، وغادي نحشيهم في الفران وانا غادي نكمل معكم الطريقه ان شاء الله حتى الاخر. انتم البنات هذا هو الصوص ديال الفلفله والبصله اللي طحنا، غادي ندير فيهم البنات انتم معايا قد مطر. ومعايا البنات ديال العسل، اي عسل عندكم. ها انتم ونص حامضه البنات، ها هي هانتوما كتشوفوا. وشويه دلي بزار البنات رشيشه د الملحه البنات. كنخلطو مزيان مزيان حتى كيدوب لينا داك موطرد. هانتوما كتشوفوا انا خرجتو من الفران، هانتوما كيفاش رجع. ها دابا غادي ندهنو ونقلبو ونولي نحشيه في الفران. انا قلت لكم قبيله هاد لاصوص راه غنوليو نحتاجوه، هذه هي فاش كنحتاجوه. هانتوما كيجي رائع، عاطي واحد البنه وواحد الريحه ممتازه. كندهنوا القطبان ديالنا كاملين مزيان مزيان وكنعاودوا نقلبوهم. وكنعاودو ندهنوهم مع تاني من الجهة الأخرى. ودابا نعاود ندخلهم الفران باش يطيبو لي من هاد الجهة. ودابا خوتي وخواتاتي، ودابا خوتي وخواتاتي غادي نوجد واحد الصلصه كتمشي معاه. اما كدهنوها هكا في الخبز وتحطوه فوقها وتاكلوا، اللي بغى ياكلو بالخبز واللي ما بغاش ياكلو بالخبز كيغطس فيه الكباب وكيعض. ها نتوما انا درت شويه نص معلقه صغيره بالمطر درت البنات 8 معلقه كبيره ديال المايونيز، ومعلقه البنات ديال الجبن كريمي. ها نتوما انا درت معلقه ونص، وشويه ديال زيت الزيتون. ها نتوما غير نص معلقه صغيره، رشيشه وحده د الملحه غير شويه، ونص حامضه. هانتوما خوتي خواتاتي نص حامضه
بالحساب ما تفوتوش. واللي تبارك الله عائله كبيره يدوب المقادير، راه ديما تنقولها. تخلطوه مزيان مزيان حتى كيتسانجوا المقادير بعضياتهم. ها انتم كيفاش كيرجع. ودابا حنا وجدنا الصلصه ديالنا، حتى نشاركوا ان شاء الله الشكل النهائي ملي يوجد الكباب ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف اخوتي خواتاتي. وهذا البنات هو الشكل النهائي، ها انتم كتشوفوا كيفاش جا الكباب ديالنا. راه كيطيب البنات في الفران، كيجي رائع ممتاز وبنين. وهذا الصوص ديالو اللي كيمشي معاه انا درتو، راه وريتكم الطريقه. ها انتم درت فيه شويه المعدنوس وكيمشي معاها البنات الفريت. واللي قد على شي حاجه تيسيبها شلاضه اي حاجه، ولكن مني راه الكباب كيجي رائع بهذه الطريقه اللي درت. تبعوها من الاول حتى التالي وديروا الفيديو كيف ما درت انا، راه كيجي رائع. وديروا لايك وابوني باش يوصلكم كل جديد. واللي مازال ما اشترك في القناه البنات يشترك ويدير لايك وابوني باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد، وشي كومونتير زوين بحالكم. وشكرا لكم اخوتي وخواتاتي، لا ولاد ولا بنات، اللي تخلصين ديالي كنقولوا شكرا بزاف بزاف.